السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم؟ شو أخباركم؟ إن شاء الله يا رب كلكم طيبين ومبسوطين. معكم أم عمر بعثمان، اليوم حقدم لكم فحصة يمنية. يلا نشوف طريقتها معنا. هنجيب المضرة، اللي ما عنده مضرة يقدر يستخدم فخارة. هنحط شوية زيت، معنا بصل حبة كبيرة قطعناه بهذا الشكل، ونحط شوية ثوم بهذا الشكل، ونقلب نقلب. هنحط 3 حبات طماطم بهذا الشكل قطعناها صغير صغير، ونحمس نحمس. ومعانا حلبة مطحونة ملعقتين، هنحط أول شيء موية حوالي كوب، ونرشه بهذا الشكل، وننقعه إلين ينزل معنا تحت كده ويعني يصير منفوش. حوريكم إياه كده. الطماطم حقتنا بدأت تتسبك، هنحط شوية بصل أخضر قطعناه صغير صغير، ومعنا كمان فلفل رومي حوالي 2 حبات قطعناه برضو صغير صغير، ومعنا كزبرة قطعناه صغير صغير، وكمان معنا بقدونس قطعناه صغير صغير بهذا الشكل. وهنحط كمان 2 ملاعق صلصة، ومعنا كمان فلفل حراق هنحط شوية عشان كده يكون سبايسي. ونجيب اللحم حقتنا فحصناه بهذا الشكل عشان كده سموها فحصة. نحن لما سوينا لكم فحصة بالدجاج زعلتوا وقلتوا ما تتسوى كده، خلاص سوينا لكم اياها باللحم عشان لا تزعلوا. بس ونقلبها زي كده، وننزل عليها بالمرق اللي سلقنا فيه اللحم. شايفين كيف؟ ما شاء الله تبارك الله. هنحط البهارات حقتنا، اول حاجة معنا ملح، ما نملح كثير لاننا ملحنا اللحم، فلفل اسود، اوكي. بعدين هنحط كمان شوية كزبرة، شوية كمان كمون، شوية كمان كركم، تقدروا تحطوا بابريكا بس انا ما حطيت هذه المرة. ونقلب بهذا الشكل، وبعدين نروح للحلبة. طبعا نحن غيرنا الموية، طبعا الموية تكون موية حارة، حاولوا تسيبوها 2 3 ساعات زي ما تحبوا عشان خاطر المرارة اللي موجودة في الحلبة تروح. غيرت الموية كذا مرة وجبت ملعقة خشب، وهنقلب بهذا الشكل. أقول لكم خلينا نسويها في الكبة أحسن. عندنا كزبرة خضراء ربع ربطة، عندنا كمان بصل أخضر، وعندنا كمان كراث، وعندنا كمان ثوم، ومعانا 2 حبات فلفل قطعناهم بهذا الشكل. نحط شوية خل وشوية ليمون، لا تنسوا الملح. وهذه اسمها سحاوق خضراء، طيب لا تنسوا. إذا حسيتوا إنها يبغى لها موية شوية عادي يحطوا موية، ما في مشكلة عشان الماكينة تدور، وأبغاها يكون ناعم. طيب جزء هناخده هنا، والجزء الثاني هنحط فيه الحلبة بعد ما صارت كده زي الكريمة، ونخلطهم مع بعض بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. هنحطها كده بهذا الشكل، تقدروا تحطوا من هذا السحاوق فوقها، اوكي. تقدروا كمان تحطوا سلطة الدقوس الحارة اللي هي اللي لونها أحمر بالطماطم، أو سحاوق أحمر. كده خلصنا الفحصة حقتنا على أصولها باللحم عشان لا تزعلوا. استنوني في وصفات ثانية، أحبكم مرة، باي باي. كل وصفاتنا تجدوها حصرياً على موقع الوصفة.com.